وضحت الصورة هلأ؟ وضحت. يعني نعيم ما رح بيفتح تمه. ما حضرتك أفرطها من الأول يا عمي. يفتح تمه ويقول شو؟ أنا سممت له لنصر البواب، ما بيروح فيها إعدام. ما عم بيقتلوا بالحبوسة وبيزمطوا. أولاً هوديك مدعومين وفئة محدودة ومحصورة. ثانياً لا، ما عم بيزمطوا. دعوا عليهم وحققوا معهم يلي بدك إياه. فكيف بالأحرى نعيم يلي ما عنده حدا ومنه مدعوم؟ مستحيل يطحش حاله بقضية هو عملها. الأدلة كتير بعيدة عنه، مشان هيك طمن بالك. ايه بس لما بتحشر لبسان بالزاوية بده يخرمش. ما نحنا رح نفتح له قطحة صغير بالزاوية يتنفس منه، مبلغ تاني صغير لمرته. طيب وبركي نق على كبير، يعني بركي جاب سيرتنا وقال انه انت اللي حرضته وانا اللي عم طالب. بس نحنا كل اللي عملناه انه وقفنا حده وشفناه لانه مظلوم، لا حرضنا ولا دفعنا. يعني انت اكيد انه ما علينا شيء. لشو شو خصه بمقتل البواب؟ نصر تسمم بالاكل بالحبس ونعيم اكل شوي. كيف هذا؟ ولو يا بيك، ولو ما نحن تلميذك. الصرخة يلي صرخها نصري بالحبس من وجع مادته صرخها كمان نعيم، بس على أخف شوي. ما نعيم كمان تسمم بالأكل بالحبس، بس لحقوه بغسيل معدي. ما غسيل معدي إنه ليش خبريتك شوي شوي، فهمني رشيد بيك. أنا وعدتك كون حدك وحد بنتك شمال. الحب بيعمل عجايب رشيد خطار. كل يلي فكرت فيه أو رح فكر فيه هو كيف أنه تصير جمال إلي عن حق وحقيق، بعيدة عن النجس، بعيدة عن وحشنته ووساخته، بعيدة عن قهره لبنتك. لما رجع بده يحكم ميسم عبود برقبتها، برقبتك، برقبتنا. جمال لازم تخلص منه لعامل خير حتى تعيش بقية عمر الطويل معي. حد قلبي اللي مستعد يموت كرمالها. صحيح؟ مستحيل تعرف مقدار حبي لإلها لدرجة إنك تموت كرمالها. إذا هالشي بيسعدها وإذا بيسعد بيها. أنا بعرف شو هو يلي بيسعد بيها. شو هو؟ يشوف بنته مبسوطة، حد إنسان بتحبه. ساعتها هو مستعد يقتل كرمالها. شو بك؟ بلا سيرة الموت والقتل عمي، بلاهن. خلينا نعيش، خلينا نفرح سوا. بدك شي مني عمي؟ ما بيك شي يا ملسن انت. سوان بدك تزمط مني انت وعامر خير، فاكرين بنتي لعبة بين ايديكم. تفضل. اذا جاي تشوف قمر فلت. بعرف، ما انا نطرتها لحتى فلت، لاني جاي اشوفك الك واحكي معك الك. مش معقول قد ما بهدلك مثل قلتها. شو بدك؟ بقعد ولا بضل واقف؟ إذا تعبيني أقعد. أنا ما في شي بتعبني، بس رح بقعد. قول. ما في قهوة؟ لا. أحسن، لأنها بتضر. يا ريت. بدك ضرري؟ بدي موتك. وصلتي له؟ واضح.
خسرت كل شيء، حفيدتي، بنتي، حفيدي. إلا هيدا. يمكن، بس ربيته. بنتي، زواجها، عائلتها، شو بدك ما يسمع عبود؟ موتي بالجسد؟ أكيد. مثل ما أنت كان بدك موتي بالجسد. على سيرة الموت، العود بسلامتك. عرفت بموت البي نادين بركات. شو بدك؟ جاي اتفق معك على المبلغ اللي بدك اياه لحتى عامر خير يرضى يطلق بنت جمال. المبلغ اللي انا بدي اياه حتى هو يطلق بنتك؟ حزوره؟ قلت شي ببكي مش بضحك. انه جمال بدها تطلقه لانه عرفت انه بعده بحبني، وهي صارت تحب وليد صراف، وهو بده يخليها تدفع لي تعويض عن 18 سنه حبس، وانت جاي تفوضني على المبلغ. صح، فحدد المبلغ خليني اخلص. قبل ما نخلص ونبلش، انت شو بدك؟ بشو هيك ناوي تقضيها يا زلمه؟ انه ناتع بنتك من رجال لرجال، من صهر لصهر، بتقتل واحد لتجوزها واحد؟ على فكره، ليه ما بتقتل عامر مثل ما قتلت اسعد، وبتجوزها لوليد مثل ما جوزتها لعامر؟ انا ما قتلت اسعد مخلوف. هي ايه مزبوط، انا اللي قتلت اسعد مخلوف. وعم تسال ليش عم بضحك؟ قديش بدك؟ هو طلب منها هي، فخليها هي تيجي تفوضني. ليش انا شو قاعد عم بعمل؟ هي يعني هي تيجي تفوضني. ميسم، قوم فل من هون بقى، خليها هي تيجي. ميسم عبود، ما تعقديها. بعدين تعال اقلك، ليش شو الطلاق والدفع؟ انه خليها مرت هيدا وعشيقة هيداك، تاكل قتله من هيدا ومن هيداك. شو رأيك؟ قوم ورجيني عرض كتافك. قوم، عم بقول لك قوم، ما سمعت؟ قوم وخليها هي تجي لهون. هلأ مشغول حبيبتي، في عندي غدا مع حدا مهم، بعدين بقول لك مين. أكيد بنتي، أكيد رح بحكي معه بكل شيء، بركي بيقدر يساعدنا بموضوع كاتيا. بعرف حبيبتي. هو جمال، خففي لي شوي بقصة وليد الصراف. ليه؟ بعدين بتعرفي ليه. أوكي حبيبتي، باي. مثل العادة؟ ناطر ناس. شو رأيك بأبريتيف؟ جيب، ما بيروح ضيعة. تكرم عينك. بونجور مسيو. بونجور. أهلا وسهلا. دورة الوزير رشيد خطار. إيه، تفضل على طاولة معالي. شكرا. أهلا وسهلا فيك. مواعيدك دقيقة. طلب صير لي عزيمة غدا مع حاتم طي، ما أقول يتأخر. اللي بيسمعك بيقول بخيل. عنك؟ لا أكيد عنك، راكد ورا غدا. آه يا معالي الوزير، آه والله زمان. فعلا زمان. أنت ما بتسأل. إنه أنت اللي بتسأل. إيه لو ما بسأل ما كنا قاعدين مع بعضنا هلأ. بلي يا رشيد، لو ما عندك شيء وكتير سبيسيال ما كنت بينت نمرتك على شاشتي، ولكن تسمعت صوتك. للصراحة ايه. آه بلشنا بالجد. قول، ولا بقول لك خلينا نطلب بالأول لأنه أنا جوعان. متر، هيدي أول مرة بشوف وجهك جدي بهالشكل.
انت واعي شو عم بتقول وشو عم تطلب؟ اكيد واعي. وانت لو تتعمق شوي بالحكي اللي قلته كنت بتوعى مثلي واكثر وبتساعدني بدون تردد. وين مصلحتي اذا نفذت لك اللي طلبته؟ انت طلب وانا مستعد. اوف لهالدرجة؟ ما لما حكيتك على التليفون قلت لي طالما كل شيء بثمنه. لو ما انا واثق من جملتي انت طلب وانا مستعد ما كنت بسلمك رقبتي. اذا كنت مفكرني عم ناور مفيد فبتكون غلطان. انا قاصد كل كلمه قلتها. قول ليه ما عم تاكل؟ طلباتك سوبر بوزي يا رشيد. ما لحقنا وطلبنا خدمة، خليها تكون الطلبية محرزة. وشو بيضمن لي انك مش عم ترسم لي فخ؟ فخ؟ أنا؟ مفيد عم سلمك أسراري وبتقول لي فخ؟ رح بتزعلني منك يا شيخ. عم بسألك عن جد رشيد، لأنه آخر تعامل معك كان مش ولا بد. مشي أو ما مشي؟ هلا هو مشي بس أنا وزير سابق مفيد، يعني ما في ساعدك هيك أشكر بلي على عينك يا تاجر. أنا غير أنت يا شيخ. إنه أنت أوتوماتيك وأنا عادي؟ أنا عندي منصبي مفيد، ما بعرف أي ساعة برجع له وبيرجع لي. يعني أنا لما ساعدك غير أنت لما تساعدني. أنا صحيح في مطارح تأخرت عليك شوي بس خزلتك شي مرة؟ رشيد أنت على سلامتك بس تكون رايقة معك وما في قلقان منك بس يكون مخك مروكب. إيه لو بده يروكب مخي عليك كنت أنت من زمان مشلوح بالحبس. ولو ما بدي رد عليك يا رشيد كنت أنت بخبر كان من زمان. عال صرنا كيت لك صفحة جديدة. عندي هالطلبين مفيد صعبين؟ اشتقت لك بابا. وأنا كمان. فوت. خبريني مرتاحة هون؟ أأمن هون. معك عم فتش على الراحة بابا. الراحة نسيتها من زمان، من يوم اللي تخربت كل شي بحياتي، هروب بنتي وحقد عامر ونجاسة ميسم عبود. نسيت الراحة من زمان. بتصدق إذا بقول لك شغلة؟ شو؟ مش شادي اللي ربيته كرهني؟ بعده ألطف بحالتي من بيو وأخته. صار كل همي عيش بسلام. ما بخلي حدا يوصل لعندي قبل ما ينخلوا نخل على المدخل. عجبتني هيدي ينخلوه. مش وليد الصراف؟ إما بخلوه يوصل لعندي لهون قبل 200 سين وجيم و200 استفسار. بس المهم وصل بالآخر مش هيك؟ لشو هالسؤال؟ الحقيقة هو مش سؤال يا بنتي، هني 100 سؤال وسؤال. أنا ما فهمت عليك هديك المرة على التليفون لما قلت لي خففي لي قصتك مع وليد. شو كان قصدك بابا؟ مع انك بنتي وبعرف طيشانتك وجنونك وجموحك بس ما عم بفهم ليه هالقد معلق بوليد الصراف. كايب عامر. يعني كانت ردة فعل مش قصة حب. بابا انا بعد عامر خير مستحيل انغرم برجال. يمكن برتاح مع رجال ايه بظهر بسهر بنبسط بروح بجي ايه بس انغرم مش واردة. بس اكيد هيدا ما معناته انه ارجع لعامر خير الواطي اللي اذاني بقلبي وجرحني لما رجع حب ميسم عبود الحيه وضربني وهجرني من بيتي كمان. يا بنتي انا هودي كلهم ما بيهموني، المهم انك منك مغرومه بوليد ولا بعامر حتى. احسن واحسن. بس هيدا ما معناته اني مستعده ادفع دولار واحد. ليش يا بنتي مين عم بيقول لك تدفعي ليرة أو دولار؟ يعني لقيت الحال؟ لقيته. شو هو؟ لا ما رح خبرك عنه، فضل أنت تحضري.
المهم هلا طمنتي لي بالي. هالقد كنت عتلان هم اذا مغرومه او لا؟ اكثر ما بتتصوري. اي طمن بالك. هيدا هو وليد. ما ترد عليه. ما بقعد يحل بابا، بعلق. قولي له انك تعبانه، نعسانه، اي شيء. روق. ايه وليد. كنت نايمه. لا مش مريضه بس نايمه. وانا كمان اشتقت لك. اوكي بقى بشوفك. باي. انه ما بيسوى تخبرني بابا شو بدك تعمل لحتى ساعدك. ما قلت لك بفضل انك تحضري. في مفاجأة لوليد ولآمر. اف شو هي؟ لا بقول لك مفاجأة. بتقولي لي شو هي؟ بابا صحيح ما بحبه لوليد بس هو مريحني. لما بيبعد وليد الصراف ما بعود في حتمية للطلاق، ساعتها عامر ما بعود قادر يبتزك. بعدين بتفهمي كل شيء. المهم طمنت علي. جعت تطلبي لنا شيء ناكله؟ معك حق انا كمان جوعانه. شو طلع عبالك؟ خير شو في؟ شو عمل لك انا تستاهل منك كل هالشيء؟ اي شيء. ليه عم تكره جمال فيي؟ ليه عم تقلها لما تشوفني بقى؟ شو في براسك؟ مين اللي قال لك هالحكي اللي ما له معنى هيدا؟ جمال بوجهه باستقبالها لإلي. صهرك عامر خير العزيز بلسانه بتهديداته. عامر كان عند جمال؟ ليش شو عرفوا وين هي؟ لا يا رشيد عم تتغشمن علي. هيئتك مهرب جمال مني انا مش من عامر خير. شو في براسك؟ شو اهدافك؟ ما فهمني وليد. ما عم بفهم عليك شيء. ولا انا عم بفهم. ليك اذا فكرك تلعب معي انا خابزك وعيشنك يا رشيد. شو عم بتقول له؟ عم تقول لي ولا؟ انا محامي رشيد وانت واحد جاهل. انت امي لو ما مصرياتك يلي كلهم بالحرام كنت بلوطهم بحطك بمكتبي. لا تضربني ولا بدي اقتلك يا حيوان. لو اني انا كنت هلا بالحبس كنت مقوص وامي بالعناية. ناطر حدا؟ مبدئيا لا. روق فوت لحتى نفتح الباب. عوافي رشيد بيك. ما اشتقت لي يا بيك؟ عظيم كمان المتر هون. كملت جلسة الأحباب. خليني في الرشيد. عم بيعمل قهوة. خليك. ما بدي قهوة. شو بدك لكين؟ تتهجم علي؟ تمد إيدك علي وليد؟ رشيد أنا بعتذر تفاعلت شوي بس أنت بتعرف شو بتعني لي جمال. ما تكون بنتك مثلا وأنا مش عارف. جمال حياتي كلها ويومة البخسارة ما بيعود في قيمة لحياتي. قول الأستاذ من زمان وجر بضل ملبك بقيمة حياته. تفضل يا بيك. شو بتقصد باللي قلته يا مصطفى؟ إنه هو بيعرف. وأنت ما بدك قهوة يا مصطفى؟ أنا بدي الرضا يا بيك. إلك من أول ما وصلت وأنت عم تطلع بالساعة وبتضيع الشنكاش وبدك تعمل قهوة، شو القصة يا مصطفى؟ دوقة يا بيك دوقة، شوف شو طيبة من دياتي اللي كانوا يعملوا لك أشياء كثيرة. بتذكر؟ مش مستنضف زيارتك. طيب خليني أمشي أنا لأن أعوذ بالله لوين بك تفل؟ أنا ما صدقت كيف لقيتك عند الرئيس.
منين بعود بحضة بهالجلسة الحلوة والنادرة؟ معلش مصطفى معلش، لازم اروح انا، لازم اروح بعدين. لا بعدين ولا قبلين، صار واصل. مين هيدا؟ اشربوا القهوة وما بتلاقوه الا وصل. مين اللي بده يوصل؟ عامر خير. بفتح معالي الوزير؟ ليش بقدر اقول لك لا؟ مالك من وقت اللي وصلت وانت صاحب الكلمه والقول. سبقتني يا ابو حرب. تفضل. عوافي يا جماعة، معالي الوزير، عوافي محامي، العشيق المشحوط. من الآخر عامر، ما بحب المسرحيات، وخصوصاً هالمسرحية المسخرة اللي لها أكثر من ساعة مبلشي. إذا من الآخر عم، يعني في حدا هون قربت آخرته. وإذا من الطقطق للسلام عليكم مثل نسوان الفرن، شو بيعني؟ يعني كمان في حدا قربت اخرته. مش عم بفهم عن شو عم تحكوا. بعدين شو جاب مصطفى لهون يا عامر؟ منسق انا وياه، وسبق قلت له للاخ المحامي انه مصطفى جاي لعند حضرتك معالي الوزير، هيدي وقت اللي اجا يزور ويطمن عن جمالنا. جمالكم؟ جمال بنتك، مش هي مشتركه بيناتنا؟ فصارت جمالنا. واطي. ما المشكلة إنه ما فيك تكون عالي بين واطيين، لازم تكون مثلهم. القصة من آخرها أستاذ رشيد، إنه قاتل أسعد مخلوف صهرك الأول قرر يخبرك كل شيء، ورح يبرهن لك مثل ما وعدتك من مدة إنه إذا رح يخترب بيتك من ورا حدا، فهيدا الحدا رح يكون المحامي الوفي. لو جمال ما زبلتك وحبتني إلي، كنت عملت هالمسرحية مع مصطفى؟ أبداً منا مسرحية يا أستاذ. خبره عن ميسم عبود. شو بدي يخبرني عن ميسم عبود؟ انت خليت مصطفى يخبر ميسم عبود؟ انه شو وعي ضميرك؟ ليش بالاول عندك ضمير؟ واذا عندك ضمير بتعرف ان شو معمول وليد؟ من مصرياتي، لحم كتافك مني يا كلب. ما توسخ ايدك فيه عمي، ما بيحرز. صحيح ما بيحرز، قدام قيمتك وقيمة عمك صحيح انا ما بيحرز، بس بتعرف ليش؟ بتعرف ليش؟ لأنه مش أنا اللي حملت كل وساخة عمك على إيدي وعلى كتافي وعلى رأسي. لا، مش أنا، هيدا واحد تاني اسمه وليد الصراف، من تهريب الماز، لا تسمم بالحبوسة، لا قتل كل واحد بيوقف بالدرب. شو يا مصطفى؟ صلح لي إذا أنا غلطان، صلح لي يا وفي. ولك إذا أنا سميني كلب، أنت شو ممكن يسميك؟ يا شو؟ يا جرو؟ ولك تفو عليك وعلي وعليك كمان. مزبوط وعي ضميري يا رشيد لما اكتشفت إنه حياتي بتسوى قشرة بصلة، لما حسيت إنه قضيت كل عمري كلب تابع لإلك. حتى عائلي أنا ما قدرت عملت، لأني حبيت مرة واحدة، وهالمرة أنت قتلت لها جوزها وجوزتها لكلبك التاني بس تتنتقم من ميسم عبود يلي زبلتك وزبلت الرجال يلي فيك. أنا
أنا نهيت عمري كرمال بنتك، بس بصمت. شش، عسكت. نعم، كل شي بقول لك إيه، واعي ضميري. ليش رجع نام يا أستاذ؟ ليش ورطتني حتى خبر ميسم عبود الحقيقة؟ ليش فضحت لي رشيد خطار وقلت لي انه مكلف الضابط سامي رشيد حتى يقتلني بالوقت اللي كان انا لازم اقتله؟ كان مطلوب مني اقتله. ليش رجع نام ضميرك ورجعت ايده اليمين لرشيد خطار؟ رجع نام ضميره لما وعي هو على مرتي. صحيح صحيح، معك حق معك حق يا عامر خير. شو مرتك كلمه بتتم؟ مرتك هي حب عمري، مرتك شيطان بقالب انسان، مرتك الله خلقها لتدمر الرجال، انت واحد منهم، انا كمان واحد منهم، بس انت قدرت توصلها وضبيت حدك 18 سنه حد قلبك، وانا احسدك وموت بقهري، موت بقهري، لحد ما رجعت أشرت لي بإصبعها ورجعت ضحكت لي الحياة. بس رجعت كلب ولا رشيد خطار؟ نعم نعم يا مصطفى، رجع نام ضميري لما رجعت أنا وعيت على جمال خطار. إذا خلصت محاكمتي خلوني فل. هلأ ما بعرف شو هي الاتفاقية بينك وبينه ولوين بتكون توصل ولا بعيد ضدي مع رشيد خطار، بس إذا خلصتوا مني ومن نهش لحمي وكتافي يلي لحمن هني من خيرك يا معالي الوزير رشيد خطار، خلوني فل. لوين؟ لعند زياد جابر دغري؟ ليش بدي روح لعنده؟ شو إلي معه؟ ولو نسيت يا بواب. اوه لك وين بعدك يا رشيد، وين بعدك؟ أنا فلل من عندك لأبعد نقطة بالكرة الأرضية، لأنه المغناطيس اللي كان مبقاني هون هو جمال. جمال ما عاد بدي إياني، رجعت بدي إياه وبدها بنتها، يمكن معها حق. فأنا ما عاد في شي بيعنيني رشيد، لا الانتقام منك ولا منك ولا منك ولا حتى منها. شوف وشكم بخير. ولا بتعرفوا شو؟ بلا ما اشوف هالوجوه يلي كفوا انتو الجملة. طالع بسيارته. طيب لما يوقفها بلغني. أمرك شيخ. أوكي. سمعت بدانتك اللي كان لازم تسمعه عمي؟ أف هلأ رجعت عمك؟ قبل ما أنفصل عن بنتك رح أطلع عمي. لكن ما يسمع بقول عرفت الحقيقة. من أيمتى؟ من مدة طويلة. غريب، ولا جابت سيرة؟ لمين بدها تجيب سيرة؟ إلي أنا على القليلة، تجي تواجهني. حتى شو؟ ما المحامي قال لها عينونا ما فيك تعملي شيء، في مرور زمن. ولولا هيك ما كنت أنا حكيت. أنت دبارك بعدين. لا دبار ولا شيء يا عمي، اترك مصطفى بحاله بقى واعطيه مصاري، خليه يدبر حاله مع عيلته. خلصنا بقى. شو مفيد؟ ترك من عندك. لوين راح؟ مين هيدا؟ المحامي. كيف عرفت؟ هو لو يا بيك
شو نحن عم نمزح؟ من أول ما كلفتني وأنا زارع عيوني على اثنين، واحد فل والتاني بعده عندك. صحيح، كانوا عندي وفضحوا بعضهم. راح ألحقوا. إذا قادر تنهي اليوم بكون أفضل. أنا اليوم نفذت 50% تبعولي، فنفذ 50% تبعولك. أمرك. والتاني؟ هاته تليفون مريح. شوف يا مصطفى، وانت كمان يا عامر، هي كلمة موجزة بسيطة، اللي صار صار واللي مضى مضى. ميسم عبود ما ميسم عبود ما بهمني. عرفت مين قتل أسعد مخلوف؟ ما عرفت، آخر همي. وليد الصراف بيّن على حقيقته، خاين وفل، بس هيدا ما بيمنع أنه أنتوا اثنين كمان خاينين. أنت يا مصطفى ممنوع وتحت أي ظرف إنك تكشف حقيقة بتضرك وبتضرني. عم بحكي هالحكي قدام صهري لأنه هو كان مستفيد من إن مرته تفوت على الحبس حتى يطلقها ويتجوز بنته. كانت غلطة. أبداً ما كانت غلطة. حبكن وجنونكن وغرامكن ما كان في شي بهدي إلا زواجكن. هلا صحيح جمال قلت لك إنه ربت لك ابنك وما كانت تحبه وخلتك تغضب وتسور، بس صدقني جمال كانت تحب شادي أكثر منك. وقلت لك هالحكي إنكاية بس لما حست إنك رجعت تحن لما يسمع عبود. رجع يا ابني لعندها صالحها وخلينا نرجع كاتيا لحضنها وتصطفي ما يسمع عبود بحياتها. يلا حبيبي اسمع الكلمة. وليد الصراف فات على المديرية؟ لا بعد. رشيد صاحبك على باب المديرية. لك الكلب عبنا ما بده شي بقى. ما فينا نعمل شي إذا مزاح ومشي. بلاطة ونزاحت انهي اليوم مفيد. ماشي. بقلبك؟ هيدا تليفون وليد الصراف اللي من الصبح ناطره يرن، ليك ما حاسن الصدف مين طلع. رشيد عم يتصل فيه. رد عليه. رح يتفاجئ. رد. الو. اسم الصليب. ما عم يرد؟ بس سمعت جملة باسم الصليب. التاولة على المسكين. ليش بده يتاولى؟ مسكر؟ وليد؟ لا، مين بدو اياه؟ عامر؟ نعم عمي. عامر طالبك بالغلط؟ إيه لا، ما طلبت النمرة غلط. صحيح انت طلبت الماتر صراف. مين معي؟ ليش رد علي عامر؟ وين وليد؟ بدك تسأل باسم الصليب اللي ذكرته، وإن شاء الله يا رب يحرسك. ما عم بفهم شي، مين معي؟ شو عم بيصير؟ وين عامر؟ هون عمي هون. ومين اللي كان عم بيحكي معي؟ وين وليد؟ اللي كان عم بيحكي معك اسمه سامر شديد، ليوتنان سامر شديد. أما ماتر صراف اللي عم تتصل فيه فبعيداً عنك انقتل. ما بعرف ليه وقت رد عليك استاذ عامر خير على التليفون زمطت منك كلمة باسم الصليب، جمع هالثلاث معلومات وتسلى فيهم للصبح معالي الوزير. حبيت باسم الصليب اللي زمطت منه. عامر؟
لا رشيد. عامر مش هون. عامر راح يجيب كاتيا. البنت عندها جيم وانا بدي اوصلها. بيكون استغرب ووصلها هو. لا انا بدي اوصلها. اخي رح يجي لهون لانا اوصله. روقي شوي، روقي يا بنتي. مين اللي كان عم بدستسني جوا؟ وليد؟ لا قلت انا مش وليد. انا مجوزة وما لازم رجلي مد ايده علي الا عامر جوزي. بس عامر رح يجيب كاتيا، ما بيقدر يمد ايده علي. بدك تسكتيلك شي شوي يا بنتي. اللي كان هون هو الحكيم، اجا يفحصك ويشوف شو مصيبتك العمياء. ما قلت له؟ لا يا بنتي ما قلت له. ما قلت له شو مصيبتي العمياء؟ ليش انا بعرف الاول شو مصيبتك؟ ما قلت له انه لو ما منك ما كانت هربت كاتيا؟ ما قلت له انت السبب انه اليوتنا أزيلة بنتي؟ ما قلت له. لا ما قلت له. ما قلت له انك قتلت المرة اللي كنت سميها امي؟ انه هيك جرستينا قدام الحكيم؟ شو بكي جنيتي؟ ولو يا بابا هيدا الحكي بيتحكى. حبيبة بيا العائلة بطل هلا بيا؟ او ايه بتنسى؟ انسى شو؟ انك مش بيي؟ اذا مش بيك وعملت لي كل اللي عملته انت جنيتي اكيد. انت عم بتسيرني. انت مش فرقانه معك غياب بنتي لانه انا مش بنتك. انت مش جده. فقلت تنقلع هي وامها. هي لا بنتي ولا هيدي ابن بنتي ولا شادي ابن بنتي. فبتظ بهالعيله لشو اهتم؟ ليكي جمال ما بقى بدي اسمع مثل هالحكي. انا رجع وزير وهاليومين رح بيصدر مرسوم تعييني. فما بدي شوشره بنتي. انا رح برجع الرئيس معالي الوزير. يعني مش بس بردلك بنتك، بردها طبيعيه كمان معالي الوزير عن جديد. يعني رح يرجع السيف بايدي. فما بدي يقولوا بنت الوزير مجنونه. طز جمال انت بنتي وانا بيك. حطي عقلك براسك وما بدي بقى هالهلوسات. مين عم بيهلوس؟ جمال؟ انت هون؟ من ايمتى؟ ليش كنت عم تقول لها انت بنتي وانا بيك؟ ليش معقول تكون غير هيك؟ جبت لي بنتي؟ رح جيبها. قربت. شفتي؟ جوزك عم بقول قربت. منيح اللي جيت. خليني انا اروح كفي شغلي. شغل شو؟ الشركة؟ في عندي موعد مع الخياط. اي خياط؟ تبع اوكسفورد للنشر؟ انت السيدة مع خياط القياس. لازم فصل كم بدلة يليقوا بالمناسبة. اي مناسبة؟ خبري لها جوزك. تسلوا بالخبرية. رجع عز رشيد بيك خطار. أي متى رح يصدر المرسوم؟ نو موعدين اليوم. هلا دولته وفخامته مجتمعين. بالتوفيق. أنا مش نسيك. ولا أنا نسيك مهاليك. أنت بس تطلع وزير. طول بالك. ما تقول فول تيصير بالمكيول. المكيول مضمون. دوختنا لحظينا فيك يا بيك. شو هالشدي يا جدي؟ ولو ما نمر تليفوني معك. بس نحن متشرف انه نشوفك وجه بوجه معالي الوزير.
مين الشاب التاني؟ ما تواخذني ما عرفتك. حضرة الرائد ربيع فياض. رائد فر الدفعة؟ جربنا نقصتهم مع عليك ما زبطت معنا. أهلا وسهلا حضرة الرائد. أهلا وسهلا حضرة الملازم. إنه ما حضيتوا بشي نقيب بالنص حتى تكمل السيبة؟ ما حضرتك التالت الأساس بالسيبة مع عليك. ما فهمت. يا ريت بنقعد بمطرح أروق من هون لنحكي شوي. صراحة بدي أعتذر، جيتوا بوقت غير مناسب. أنتوا عارفين هالجمعة هاي مشان شو؟ محبينك ومؤيدينك ناطرين قرار إعادة تعيينك كوزير. 100%. فإذا في مجال نحكي كلمتين عجنب؟ نحن بننقل على سالون تاني. يا ريت بتخبرنا شو عم بيضحكك مع علي الوزير لنضحك معك. انتو تضحكوا معي؟ انتو جيتوا تضحكوا علي يا شباب، بس الهيئة رح تبكوا. عليك استاذ رشيد؟ لا عليكم، رح تبكوا على حالكم انتو. وفي مجال نعرف ليه؟ انه هلا كل ما صار جريمة قتل بالبلد بدهم يبعثوا لي اثنين، واحد رائد وواحد ملازم. ليش انا سفاح بريز؟ استاذ رشيد، نصر البواب مات ومرت نعيم اعترفت انه وليد الصراف دفع مصاري لجوزها ليقتل البواب يلي كان عم يجمع ادله تثبت انه انت الراس الكبير. صحيح، انا الراس الكبير. انا راس كبير بدون قل التعريف، لاني زعيم ووزير سابق، وهلا رح برجع وزير، يعني رح بصير معالي الوزير الحالي. فشو الي علاقه بسليم ونعيم ونصري وخصري؟ ووليد الصراف محاميك. الله يرحمه. مدري مين قتله. حقيقة حزنت عليه كثير. لدرجة إنه قلت اسم الصليب وقت حدا رد على تليفونه؟ لأنه كان مقتول، وما كان حدا بعد لحق يبلغك بهالموضوع، لأنه أنت اللي قتلته. حتى تخلص من كل شيء وسخ عمل لك إياه بحياتك وبحياته. عن جد بهنيكم. بشرفي فشل رفعت طرباي او انطوان كرباج على المسرح. اسلوب المسخره وتمرقع ما عاد يمشي استاذ رشيد. كل الادله ضدك. يا شباب يا شباب، عيب هالحكي. انه اذا ما بدكم تحترموا لي ذكي، على القليل احترموا ذكيكم. وين الادله؟ كلمه نعيم ومرته مقابل شخص مات مقتول، لا قادر يقول ايه ولا قادر يقول لا ولا قادر يدافع عن حاله. لانه انت قتلته كمان. مين صمم للبواب؟ بدك تسأل إلسي فرنايني، مش هي ابنة البواب؟ أستاذ رشيد تفضل معنا على الديرة. ليه ما بتعرفوا ترجعوا لوحدكم؟ حضرتك متهم بجريمتين قتل. إنه حضرتك صرت قاضي تحقيق حتى تتهمني؟ بعدين وين مذكرة الجلب اللي بدكم تاخذوني فيها على الديرة؟ معالي الوزير ألف مبروك، صدر مرسوم التعيين. حاضرين؟ أوكي. مشاهدينا الكرام، منرحب فيكم ونحن معكم مباشرة على الهواء، ومعنا وزير الدولة لشؤون النفط الأستاذ رشيد خطار بأول إطلالة إعلامية له من بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. شو أول كلمة بتحب تتوجه فيها للمواطن عبر شاشتنا؟ بدي أقول له للمواطن كزدر ولا يهمك، البترول صار عنا. لا أكيد عم بمزح. بدي أشكر دولة الرئيس وفخامة الرئيس على الثقة اللي قولوني إياها بتعييني وزير دولي لشؤون النفط. وبقول له للمواطن ما بقى يعتل هم الدين العام أبدا. 50 مليار، 55 مليار، أو دي خمسة بعيون العدة. احتياط الغاز عنا بفوق 500 مليار، يعني كل شيء رح يتأمن. البحبوحة، الشيخوخة، طبابة إلى آخره. السرقات، السمسرات، توزيع الثروة على الأزلام،
كله تأمن عزيز المشاهد حبيب المواطن ولك تفوق على هيئتك يا لص. معالي الوزير خطار، هل بتعتبر حالك محسوب على طرف سياسي معين دعم تعيينك بالحكومة، أم حضرتك من المستقلين أم من الوسطيين؟ أنا بعتبر حالي محسوب على الوطن الذي يعلو ولا يعلى له. طب سؤال بينطرح، ليش صار هالتغيير الحكومي بهالوقت بالذات؟ يعني إذا فخامة الرئيس والكتل النيابية شافوا إنه البلد مشلول والمواطن ما قادر بقى يتحمل هالوضع، شي طبيعي يفكروا بالتغيير، بيشيلوه وبيجيبوا واحد يخدم المصلحة العليا. بالضبط ستنا. طيب وليش أسندت لإلك تحديدا وزارة الدولة لشؤون النفط؟ بكل بساطة لأنه بدهم الآدمي يلي كفه نظيف حتى يدير شؤون هيك وزارة. إيه أنت يعني؟ أنا يعني. لا تفضي. خلاص عامر، أعصابي ما عاد تحملني، شو هالمسخرة هيدي؟ ما هي إذا ما كبرت ما بتصغر. كيف يعني؟ مش هيك بيقولوا على مصيبة؟ إذا ما كبرت ما بتصغر؟ هلأ المصيبة كبرت، رجع صار وزير. إيه، هلأ ما بقى تصغر يعني. ما تراهني على الغلط. ما فهمت. مبروك معالي الوزير. مبروك إلنا ولك يا صهر، أنت الذكر الوحيد بالعائلة، أكيد انبسطت لي. ما بعرف. أنا بستأذن. لازم تنبسط لي عامر، لازم نرجع عائلة واحدة. مع عائلتنا فرضت مع الوزير تشلعت. أنا بردة، أنا بجمع. اقعد يا صهر، خبرني كيف هي جمال؟ ليه مش فاضي تسأل عنا؟ أو بالأحرى ما خبرتها بعد؟ بعد. ليش؟ لأنها مش بنتك؟ طهوجت لك؟ خبرتني. هلا ما بعرف اذا اللي قلت لي اياه طهوجه او كلام موزون. انت قال لي انت الموزون عمي، بتصدق او ما بتصدق انه اذا ما كنت بيا ليش بدي لبي لك كل طلباتها؟ شو هالمقالات هيدي؟ وين منشوره؟ الشروق. اوكي حبيب، ميرسي، دايما مفضل. بدي آخر 10 أعداد من جريدة الشروق. ما ناقصني إلا ميسم عبود بعد. هيك لكام ميسم عبود؟ هلا صار فيي مرمغلك مناخيرك بالأرض. تفضلي. في هوا بدون توقيعك معالي الوزير. شفت هالأعداد؟ فلفشت فيهم شوي لما طلبتهم مني. في شي؟ مثل العادة، غمز ولفز علي وعلى وزارتي حتى نسكتهم بقرشان. اتصلت مدام سيلفيا الطويل. مين سيلفيا الطويل؟ من الفيو تي في. فيو تي في؟ اوكي، اللي عملت معي المقابلة من بعد ما تعينت. طمع بمقابلة مباشرة على الهواء. والله شو قلتي لها؟ حضرتك يلي بتقول. اوكي خليها تيجي لعندي حتى نحضر الأسئلة والأجوبة. شوفي لي مواعيدي وحددي لها موعد. أمرك. غير الرز. في شيء؟ اتصلوا من مكتب دولة الرئيس كمان جلسة بعد بكرة. بعتوا شيء جدول الأعمال؟ دولة الرئيس بده يحكيك ضروري قبل الجلسة. اوكي. مش لهالدرجة مدام، ولو يعني بركي صار بدها مرأة من كاتب العدل بتفيد إنه لا، لو هيك ما كنت حضرتك أول وحدة أخذت مني حديث بعد ربع ساعة من صدور المرسوم. عظيم معالي الوزير، يعني بقدر آخذ راحتي بالحكي وما في مشكلة بكل المواضيع اللي رح أطرح عليك.
بالمبدأ ما في مشكلة، بس في موضوع ايروز قلت ما بدي مقاطعة. مين؟ سلمى عوض. مين سلمى عوض؟ ما عرفني. عرفي يلا بشرفك بلا طقعنا. بليز قولي لمعالي. طيب خليها تترك رقمها ونحن بنرجع نحكيها. قولي لها شي ضروري هو بيعرف. كيف بدي اقول له هيك صار وزير؟ حبيبتي من برا وزير، من جوا بعد واحد عقير. مرقي لي المكالمة دقيقة بس. ألو نعم. إيه لو عارفة إنه أبو شيبة سكسي رح يرجع يصير وزير ما كنت زعلته. أهلا مدام عوض، كيفو مسيو عوض؟ مسيو عوض، العوض على الله. الله يخليكي مدام، كلك ذوق. نحن بخدمة الشعب. منصب عالي أو مش عالي، كله ما له معنى إذا الشعب ما كان مرتاح. ولك يسلم اللي مش قادر يحكي. إيه لا، أنا بحب المناصب العالية يا صاحب المعالي. الفرجة من فوق أحلى. لا. رشيد بيك. نعم مدام. بليز بس تخلص اجتماعك حكيني. أوكي مدام، تركي نمرة حضرتك مع السكرتيرة. ايه حول لي اياها. بعتذر مدام، وين كنا؟ لا حبيبتي، عندي انا يوك، انا بجي لعندك. اعتلام؟ شو بدي اعتلام؟ اني وزير. لا ما تخافي، كله مأمن ومدروس. بس لايكي لما بشوفك رح بقصك. لا لانك نطرتيني لهلا. اقولك هيك ان شاء الله تكون النطره بتحرز. منشوف، اعطيني العنوان. يا اهلا بمعاليك. مساء الخير. بسوار. يا فوتي يا ابني، فوت الاغراض لجوا. يا عيب الشموم، ليش معذب؟ تفضل تفضل. انه هالقد تغنجت علينا يا مدام سلمى؟ ما كان فينا نكون اصحاب من اول لقاء؟ وتزهق مني دغري وتقول لي فرجينا عرض كتافي؟ هلا شفنا عرض كتافك يا قمر انت، صار فينا نغنجهم وندللهم. دخيلك معالي، ما تبلش دغري الكلام الحلو، انا قوام بدوب. تفضل. في عندك حدا؟ البيت لقلنا لحالنا، صدح مدح. خليني اخذ الاغراض على المطبخ وجيب لك ثلج. Don't go anywhere. والله والله شو أسود ودبل مسواد ودامي. ليلتك وزيرة يا وزير. بالصالون وبأوضة النوم. برافو علي، ما بدي اسمع عزك. رح اتفرج. ليش انا رح خلي له حال لحتى انت تتفرج؟ ايه رح ابطحه قبل ما يبلش فيني. اهلين يا ماما. دولة كلها فاصلة. انا راس الدولة. اكيد. لو ما انا راس الدولة ما جابوني وزير. بيلبق لك كل الوزارات معاليك. وزارات على بلاط. مش هيك بيقولوها بس كيسك. شو؟ انت بدنا
لا بدك ترقص لي على الوحدة ونص بالأول. يا عم ما لي ساعة عم برقص، ركض. نو شيري، رقصت لي على الوحدة بعد في النص. يلا. اوكي. دق يا مزيكا. يلا. رقصني داخلك يا حبيبي، خليني حدك يا حبيبي، رقصني هيك رقصني هيك، رقصني داخلك يا حبيبي. ايوه. اهلا وسهلا مع الوزير. مساء الخير. اهلا وسهلا، تفضل. شكرا. على الوقت، وهيدي نادرة. مع غيري، معي لا. في معنى حدا بالمقابلة؟ بالمبدأ لا. على كل حال إذا حابة تستضيفي حدا حتى يصير الحوار مشوق أكثر، أنا ما عندي مانع. عن جد؟ أكيد. ليش بده يكون عندي مانع؟ أنا جاية لحتى أشتغل، ما عندي فيتو على حدا. هون أو بالوزارة؟ مهضوم مدام سيلفيا. الخدمة العامة ما إلها مطرح، هون وبالوزارة. بهالبلد ما إلها مطرح بهالبلد؟ الهيئة حوارنا رح يكون صعب كتير، أسئلتك مبطنة وفيها غمز ولمز. بس أنت قد يا معالي الوزير، على كل حال ممكن يكون معنا مداخلة لأحد الزملاء الإعلاميين بالحلقة. شو فؤاد؟ هيك منيح؟ إيه أوكي أوكي. قد إيه بعد عنا تنطلع على الهواء؟ كيف يعني معالي الوزير؟ وضح لي أكثر. يعني نحن هون لحتى نشتغل، قلناها تحت الهواء ومنقولها هلا على الهواء. الوزارة شغل، ورشة قرارات، ورشة اهتمام بمشاكل الناس وحل مشاكل الناس. يمكن شعارات حلوة ورنانة وكل واحد بيرفعها لما بيوصل، ولكن يا معالي الوزير العبرة بتبقى بالتنفيذ. أكيد هذا ما بينطبق علي، أنا تاريخي بيشهد على إنجازاتي. ولكن يا معالي الوزير، في قوى أساسية بالبلد بتشوف غير هيك، عندها ملاحظات كثيرة على أدائكم، بتطرح أكثر من علامة استفهام حول عدد كبير من المشاريع يلي نفذتوها. شو هالحكي هيدا؟ هيدا اتهام سياسي بامتياز. يتفضلوا اللي عندهم اعتراض يفرجونا شو عندهم. معالي الوزير، معنا مداخلة مع مدام ميسم عبود جابر، رئيس التحرير جريدة شروق. مساء الخير مدام ميسم عبود جابر. مساء الخير لك ولضيفك. يلا ميسم يلا. مدام عبود، انت من ابرز منتقدين النهج السياسي والاداء على مستوى السلطه التنفيذيه لمعالي الوزير خطار وللفريق السياسي اللي بينتمي له، ولكن سؤال بينطرح مدام ميسم، هل هالاتهامات تاتي باطار التشهير او باطار الصراع على السلطه اذا لم تكن مقرونه باثباتات بالدينو؟ اولا انا بحب اوضح انه انا ما عندي طموح سياسي، وصحيفتنا ولا يوم انحازت لاي فريق على حساب فريق تاني. وبما انه معالي الوزير قال انه ما عنده مانع يحاور مين ما كان، فانا بشكره وانا موجوده هون لحتى حاوره اذا ما عنده مانع. طبعا تفضلي. مرحب فيك مدام ميسم عبود بحلقتنا، وبنرجع لحوارنا. معالي الوزير، كنا عم نحكي عن ملاحظات حول أدائكم السياسي. السؤال المطروح، هل الرجل المناسب موجود بالمكان المناسب؟ إنه شو هالسؤال هذا؟ أنا عندي هون سؤال لمعالي الوزير. تفضلي. بيقدر يكون الرجل المناسب أزعر مثلا؟ كيف هيدي؟ مناسب وأزعر، ما عم بفهم. لناخد حضرتك مثلا. مدام ميسم بترجاكي. أنا عفوا بعتذر، أنا سؤالي افتراضي. حضرتك بتعتبر حالك الرجل المناسب لهالوزارة؟ بدك تسألي فخامة الرئيس ودولة الرئيس، هن اللي عينوني. بلكي كانوا غلطانين مشوشين. بعتذر، أنا بعده سؤالي افتراضي معالي الوزير. وكمان رح جاوبك جواب افتراضي، اسأليهم. عم بسألك لألك معالي الوزير، حضرتك بتعرف حالك أكثر، بتعتبر حالك أزعر أو آدمي؟ منيح ما فيك بيت مي ولا كان شبقك فيها.
مدام ميسم، خلينا بالسياسة. حضرتك حكيتي عن مجموعة فاسدة وعن عشرات الأدلة يلي بدينا، ولمحتي بل اتهمتي معالي الوزير رشيد خطار، ولكن مدام ميسم لحد هلأ بعد ما قدمتي للمشاهد أي إثبات ملموس حول هالاتهامات يلي عم تحكي عنها؟ طبعا رح أقدم، بس ليجاوبني معالي الوزير، أزعر أو آدمي؟ أكيد آدمي. طبعا آدمي بالصوت والصورة. كيف يعني؟ يعني أنا اللي عندي براهين عن إدميته بالصوت والصورة. أنت؟ إيه أنا؟ مستهوني لإلي معالي الوزير؟ أنا من هاللحظة أدرك رشيد خطار. بدي أطلب من المخرج يحط أول مستند اللي أنا هلأ سلمته إياه، وبهذا المستند نسمع صوت رشيد خطار عم بيعترف إنه هو اللي ارتكب جريمة القتل اللي أنا دفعت حقها ظلم 18 سنة. ميسم عبود، ما ميسم عبود ما بهمني. عرفت مين قتل أسعد مخلوف؟ ما عرفت، آخر همه. وليد الصراف بيّن على حقيقته، خاين وفل. عم بحكي هالحكي قدام صهري لأنه هو كان مستفيد من إن مرته تفوت على الحبس حتى يطلقها. أنا هيدا أكيد مرتب، هيدا تسجيل مفبرك، أنا بعرف مين وراه، هيدي تركيبة سياسية دقيقة. أنت معتبره إنه مركب فيه بعد معي أنا تسجيل بالصورة لمحاميك وليد صراف اللي قتلته واللي بيحكي عنك وعن مآسرك اللي بتبرهن إنك سيد الأوادم اللي لازم يتعين وزير بهيدا البلد، إيه وبلد؟ أنا رح أجركم كلكم على الحبس، هيدي رح خليك. خلينا نشوف المستند الثاني لو سمحتوا بالصورة اللي بيحكي فيها وليد الصراف.